غسية، طاقة الاسم رقم 4، طبعه مائي، كوكبه الشمس، الحجر الكريم الملائم، الياقوت والعنبر. الصورة القرآنية المناسبة هي سورة الحجرات. أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة اسمك: يا عزيز، يا شكور، يا شهيد، يا محصي، يا مميت، يا أحد، يا مقدم، يا بر، يا تواب، يا رؤوف، يا نور. أنت فتاة عملية، مجتهدة، مثابرة، مخططة ومنظمة بارعة، قوية الإرادة، محل ثقة، معطاءة وسخية، مجتهدة، واقعية، لا تبالي بالخيال، متقنة لفن الكلام والنطق، وتجيدين فن الاستماع، مخلصة ووفية، تفين بوعودك، لا تتنازلين عن آرائك، تعرفين أهدافك وتسعين لتحقيقها، وتعرفين كيف تصلين إليها بدقة. تعانين من بعض المشاكل العاطفية، تملكين العناصر الأربعة في اسمك، مما يجعلك تتأقلمين مع كل الظروف وتسايرين كل الأعمار، كما تملكين طاقة مذكرة عالية تجعلك تتحملين عدة مسؤوليات صعبة وتواجهين ظروف قاسية. تملكين حرف المال في اسمك، وإن شاء الله تعيشين حياة سعيدة وكريمة. والله أعلم، والله الموفق.